ما شاء الله يا هاني، قلبتي البيت كباريه. انت ايه اللي جالك دلوقتي؟ مش تبقى تتصل قبل ما تيجي؟ اتصل عشان اجي بيتي. خلاص بقيت انا الضيف واصحابك هم اصحاب البيت. فين انجي عشان تسمع الكلام ده؟ دقيقة واحدة يا عم، بعد اذنك. على فكرة حضرتك عندك حق، بس دي غلطتك من الاول. مش معنى انك منفصل عن طنط تسيب الحياة بايظة قوي كده. ها انجي واخدة راحتها على الاخر، وانا مش شايف في اي حزمة. واضح من الصور دي ان باباكي بيحبك قوي يا انجي. ايه ده، حلقي وقع؟ وريني كده بسيوني. ممكن تركبهولي؟ انا الصراحه اصلي يعني اول مره اشوف حلقان بتركب في الحواجز. ده الستايل. حاجه حلوه كده. ركبه بس. فين اللي يحصل ده؟ بابا. ها؟ ابن حلال، لسه حالا كنا جايبين في سيرتك. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ مين الحيوان ده؟ شفت؟ اهو ده اللي انا كنت عامل حسابه، ان حضرتك تفهمني غلط. حضرتك انا كنت مركب لها الحلق حواجبها. بابا من فضلك ما فيش حاجه حصلت تستاهل. اسكت انت يا انجي، اسكت انت، مالكيش دخل. الندل ده هو اللي غواكي ولو شرفي. والله ما في نقطه ميه ترتشت على شرف سعادتك. انا لسه عارفها النهارده الصبح، يعني ما حصلش حاجه. وانا هستنى لما يحصل. تعال هنا اهو. ايه اللي دخلك اوضه بنتي يا حيوان يا واطي يا حطير؟ وسافل كمان عذرك. انا غلطتي ان انا سالتها واحنا طالعين، يعني ماما نظامها ايه؟ قالت لي عادي. اه ماما عادي طبعا عادي. ما هو الحق مش عليكي، الحق على اللي ربيتك ربايه سبور. اتفضلي يا هاني، شوفي التربيه السبور اللي ربيتيها لبنتك. كفايه بقى فضايح، مش ممكن. ايه التخلف اللي انت فيه ده؟ تخلف ومع صاحبها ليه ان شاء الله عايشين في امريكا؟ على فكره واضح ان هما مش متفاهمين خالص يا انش. ايه يا بابا، بس يوني زميلي في الجامعه عزمته على الحفله، فيها ايه دي؟ اتفضلي يا هاني، بقى دي اشكال تصاحب بنتك؟ ولا بعرف قصادك، ما انا واقف اهو. احنا اللي اشكال برضو. نسيت ام ميمي؟ ام ميمي؟ مين ام ميمي دي؟ دي الخدامه بتاعتنا. خدامه كمان؟ ده انت طلعت لازم تهتلى فينا وعامل خش على ام ميمي. ده انا كويس اني عايش معاكي. ام ميمي ما تطلعيش. ايه انت بتقول؟ بقول لك ايه؟ انا هجيب لكم صابر. ابعدي بقى، سهاتي عشتي مني يا شيخه. ارحموني بقى، فضحتوني قدام زمايلي. انتوا مش هتبطلوا بقى ليه كده؟ يا فندم يا محترم، انت ما عرفتش تربي ابنك. الحقيقه يا فندم، ابنك من لحظه دخوله الجامعه وهو مثير للمشاكل. ولما انتوا مش عارفين تربوه بتعلموه ليه؟ بنعلمه من باب الاحتياط. اللي تعلموه ليه؟ وش يخرس؟ انت عملت ايه؟ يا فندم احنا مش عاوزين نكبر الموضوع قوي، ويا ريت نتفاهم بهدوء. تاني هتقول لي هدوء؟ يبقى شوف ابنك اللي ما ترباش. يا فندم اتعصب ليه؟ اللي انكسر يتصلح. هو ايه اللي انكسر يا بني ادم انت؟ انا بنتي اشرف مش شرف. اما الفلق دماغنا ليه من الصبح وقرفنا يا عم انت؟ ما انت سكت من الصبح. الظاهر ان الكلام الودي مش هيجيب معاكم نتيجه. انا رايح الاسم وهعمل مذكره عدم تعرض. اسم؟ راح تعمل ايه في الاسم يا هندسه؟ حد يفضح بنته وسط الصلاه والمخبرين؟ انا ماناش رايح الاسم، انا رايح لوزير الداخليه. استنى استنى، سمعت رايح لمين؟ اهدى سعادتك، اهدى اهدى ارجوك. انا مستعد امضي لك تعهد على نفسي ان الولد ده مش هيتعرض لبنتك ابدا. اتفضل. لا اتفضل. اتفضل يا فندم. تقول دخلت اوضتها؟ انا كنت بفكر زي حضرتك في الاول يا فندم، لحد ما عرفت البنت على حقيقتها. دي طلعت بنت طيبه وغلبانه يا حبيبي، ما تقول لي ان قلبها قلب خصايه. عرفت منين يا فندم؟ بتقول ايه انت يا فندم؟ دي بنت ضحيه. تخيل ابوها بيخون امها مع ام ميمي. مين؟ ام ميمي. ياكش تولع هي وام ميمي في لحظه واحده. ده ابوها راجل غبي، طلعت ارباعه لسان ولسان زفر كمان. شفت؟ ما قدرتش حضرتك تستحمله ربع ساعة، تعمل ايه البنت بقى اللي عايشة معاني؟ ضحية. بلاش كلام فارغ. انت راجلش وراي ليه؟ أنا وراك. ها؟ أنا وراك يا فندم. أنت نسيت أنت جاي هنا ليه؟ يا فندم أنا كنت هعرف خلاص بيجيب الطوابع دي منين؟ ليه أبوها دخل؟ احمد ربنا إن الراجل دخل في الوقت المناسب، بدل ما كانت تعمل لك قضيه اثبات نسب. نسب؟ هاي بيسو. يلا يا وطي يا ودوقتو. ايه ده ايه ده؟ ايه دول؟ ايه دول؟ دول زمايلي. زمايلي يا فندم. نسب ايه بس يا فندم؟ احنا ما فيش بينا الا كل خير.
ركز في شغلك. الراجل كان رايح يقابل وزير الداخليه، فاهم؟ فاهم فاهم يا فندم. النهارده العيال هيتجمعوا في وكر ويضربوا فيه مخدرات. انا عندي احساس ان النهارده همسك خيط مهم في القضيه يا فندم. ياك تتكعبل فيه وتتكسر رقبتك. ما تهدى بقى يا خالو. انا مش خالك يا اخي. ايوه صح، انت قريب اختي، انا قريب اختك، قريبك انت. قريب. امشي امشي، ده هيشلني يا خالو. بس من فضلك. دخل واحد صاحبي جوه. طب ايه باب المحفظه؟ انا شيرش محافظ. طب ايه العجاز من الساعه وقت القبايه؟ اه كمان عليكم عاملين دماغ وسخه، بس سمع السوق فيها ياض. انت بتكلم ظابط؟ بقول لك ايه، انا بقى وزير الداخليه. تبين عليك هتبوظ الدماغ اللي احنا عاملينها. اقلع بالمحفظه لحسن غزك. ايه ده؟ انت معاه ماتو جد؟ ايه ده ظابط جد؟ يالا الله ينور يا سعادة الباشا. أنا هعترف لك يا باشا، اتفضل. أدي المخدرات اللي كنت بحطها في دواليب العيال، هي دي الحاجات اللي كنت بسرقها منها. مبادئ إدارة أعمال، مقدمة في علم الإحصاء. إيه يا بنت، ده حرامية مثقفة؟ فين المخدرات؟ برضو يا باشا كتر خيرك، أنا كنت بذاكر فيهم. بذاكر فيهم؟ نبي انت شكلك لبط وهتتعبيني معاك يا اول. طب عشان تصدق، ادي الكارنيه بتاعي، انا في كليه تجاره. الكارنيه ده مضروب. الله يسامحك يا باشا، انا بشتمك باهلك. بقولك الكارنيه مضروب، مالك؟ حضرتك عارف ان اقل كتاب من دول يجيب 50-60 جنيه، وانا هجيب منين يعني؟ بقولك ايه، انت هتقعدي تقولي لامي تعبانه وبجري على اخواتي، ما تجيبي من الاخر يا بت. يا باشا كل الحكايه ان انا بنت عندها طموح وبجري على اخواتي، تفتكر لازم تقبض عليا عشان عندي طموح يا باشا؟ طيب خلاص خلاص يا باشا، والله العظيم انا ما اقدر اجيب سيره لحد، انا مش قد حضرتك. بص يا باشا، انا هساعدك بس مش عشان خايفه منك ولا عشان عايزه منك حاجه، انا هساعدك لان ده الصح. العيال ولاد الاغنياء دول اصلهم مش مقدرين النعمه اللي هم فيها، اللي غيرهم بيحلم بربعها. في حد شوعي في عليكم يا بت؟ اكلمها على الجامعه والمخدرات اللي فيها، تقول لي محاضره في الحفظ الطبقي. بقول لك يا بت، انا مش عايز لماضه، من بكره تفتحي عينيكي في الجامعه، دبه النمله توصلني. ربنا يسهل يا باشا. خد يا بت علي، انا معاك فلوس مستوره والحمد لله. طب هاتي 10 جنيه. بهزر معاك، خدي دول. برضو حضرتك مصمم تضايقني؟ ازاي؟ افتح ايدك افتح ايدك يا دماغ. استني هنا. ايه ده طابع؟ حطه هنا واربط دي. انا اصلي جاي مش عايز طابع ولا جوينت، سيبك من ده. انت ماشي بضرب مخدرات، يبقى انت لسه زعلان من اللي عمله ابويا. ده انا اللي قلقت عليه. قلقت عليا انا ليه؟ يعني الموقف قدام الناس وابوك وامك يعني. لا الموقف ده عادي، الموقف ده بيتكرر كتير، انا واخده على كده. انا افتكرش اصلا ابويا بتيوم في البيت. انت عارفه بسيوم، انا علاقتي بابويا كده
مش دي علاقة أب وبنته، بس كده أحسن. هديني بخرج بعمل اللي أنا عايزاه، بشرب. طب وماما؟ ماما مالها ماما؟ دي ماما دي زي السكر، هما دي أنا وهي موبايلات على طول. تصحى من النوم تديني موبايل، تخش تنام تديني موبايل، وأنا برضو بديها موبايلات يعني. وبعدين بقول لك أنت عطيه شوية الدماغ اللي أنا عاملاها. طب ولا عليك. ايه يا بسيوني واقف كده يعني ما بتضربش ولا انت عامل دماغ لفت؟ لفت؟ لا انا تقدر تقول يعني دماغ الطوابع والحاجات دي، دماغ فافي ما تنفعنيش. انا احب يا بيه اظبط دماغي كده في مكان خاص واجيلك فريش. دماغ بلدي. بلدي؟ الله يا بسيوني نفسي اجرب الدماغ البلدي دي. خلاص احنا بكره عندك. يا مايا الحمزه دماغنا بكره عند بسيوني. يا ست استني، ولا انت رجعت في رايك؟ لا رجع ايه يا جماعه؟ ده حصل بسيوني بكره عازمنا عنده على دماغ بلدي. بكره بلدي قشطه يا مايا. لا 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 خلاص مش هينفع. يلا نروح دلوقتي. يا ينفعش حد يا ستي بتقول لك بكره انت حاولي. معلش الزمن عندها ضغط يا عمي. يلا انت راخي. يلا يا ستي وهو من هنا.